نحن مريف حماه الشمالي من مورك، اسمي هاشم الشيخ، نشتغل مجال قشارات من 87. طبعا والدي كان يشتغل فيه هون، نحن اخذنا المصلحه عن والدي بال 87. اول ما اشتغلها تعمل على الكهرباء وسعتها 15 كيلو، وبعدين صرنا نعدل عليها ونطور عليها من مرحله ال 15 كيلو لمرحله ال 25 لمرحله ال 50 ولحد الان للمرحله هي مرحله 200 كيلو. بالنسبة للقشارة المازوت نحن وصلنا آخر تطوير لل 200 كيلو. أخي بالنسبة للقشارة ال 200 كيلو اللي وصلنا لها هي مناسبة للمنطقة أول شغلة، ثاني شغلة مناسبة للتجار ومناسبة لصرف المي، كونه عدلنا عليها ركبنا لها مراوح وركبنا لها شفاط، كون المنطقة هون تفتقد لمي، ما موجودة فيها مي، فسعرها وجودتها مناسبة للمنطقة وللتجار وللبيئة نحن الموجودين فيها، لأن نحن بنصنع موجب البيئة الموجودين فيها. نحن في مورك موجودة مي، ما في حاجة للشفاط هذا، بس هون كونه المنطقة بتفتقد لمي وفستقها غير الفستق تبع مورك، فلذلك طبقنا لها شفاط ومراوح وسعتها 200 كيلو. أخي بالنسبة لمراحل التصنيع قشرة المازوت هي عبارة عن عرموطة مرسيدس البداية، بعدين تطبيقة مخرطة، ثاني شيء صاج، تطبيقة صاج، وثالث شيء محرك هوندا 2001 أو حسب الموجود في السوق، ثاني شيء شاسي لها عبارة مشان الجر. هاي هي عبارة عن القشارة الفستق الحلبي. طبقنا لها بتطبق عليها شدير هواء ومراوح هواء. هاي عبارة عن قشارة الفستق الحلبي موجودة في المنطقة.